قبل ما نبدأ أخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهاردة، نروح للميا حمدين نتعرف منها على أسعار العملات والذهب. صباح الخير عليك يا لميا. صباح الخير عليك شاذلي، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. صباح الخير يا مصر. مشاهدينا دلوقتي تعالوا نتابع متوسط أسعار صرف العملات الرسمية. دولار أمريكي سعر البيع فيه 24.29 والشراء سعر 24.20. اليورو سعر البيع فيه 23.68 والشراء 23.58. جنيه استرليني سعر البيع فيه 27.16 والشراء 27.4. فرنك سويسري سعر البيع فيه 23.96 والشراء 23.86. اليوان الصيني سعر البيع فيه 3.32 والشراء 3.30. ريال سعودي سعر البيع فيه 6.46 والشراء 6.43. دينار كويتي سعر البيع فيه 78.30 والشراء 77.85. وأخيرا الدرهم الإماراتي سعر البيع فيه 6.61 قرش والشراء 6.58 قرش. ودلوقتي نتابع متوسط أسعار الذهب النهاردة. نبدأ بعيار 18 سعر السوق النهاردة 1020 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر السوق النهاردة 1190 جنيه للجرام، عيار 24 1360 جنيه للجرام، وأخيرا الجنيه الذهب 9520 جنيه. ودلوقتي نرجع مرة تانية لشاذلي نكمل معاه باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا لميا.